كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زها 100 مصنف فكتاب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش نتموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقيد المجلس 14 من مجالس شرح جمع الجوامع لتاج الدين السبكي رحمه الله المتوفى سنة 771 للهجرة مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقاً بداية هذه مسألة نظرية متصلة بعلم الكلام وقد كان الأصوليون والفقهاء معا يبحثون في تلك القرون خاصة في القرن السابع هذه المسائل يعني يناقشون المسائل الواقعية كما يتعرضون للمسائل الافتراضية التي لم تقع ذي الزمان ذي القرن خاصة السبعة يعني العلماء أما علماء الأصول أما علماء الفقه إلى وين دا تناقشن تمثال يظران إلى وين دا تناقشن تمثال أورفرين تارا افتراض افتراضية وطبعا في هذا قصة عندها علاقة كثيرا يعني بعلم الكلام يجوز التكليف بالمحال مطلقا المحال لا يمكن تصور وجود المحال ما رديض محال المعنى يسمى محال نغاوند أذكر سادة الأفاضل نغاوند تجيكم مسائل مقدمات مهمة أثنت نحوي جنب بعد توسيع المدارك مدارك النظر اللغة ذي مغور في السنات اللغة شغل ما كاسن سكشميون لوجيسيال اللغة المعاصرة لوجيسيال نغلي زابليكاسيون ما إلا صحة تعبيرة شغل يكو جديدا أذي يغال المخ أثنت استخدام سهالة أسوالي من بعد الصفر ما شحالايا أرنو الصفر تشويت قريبا نفوك المقدمات إن شاء الله نشم ذي شرح جمع الجوامع ذي علم الأصول لذلك مردينيض المحال المحال معنى لا يتصور وجوده لا يمكن تصور وجود المحال حجي اسم محال محال ذكي نند يجوز أكيد هنا المصنف مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا مردين المحال مطلقا يقصد المحال بنوعيه بقسميه المحال لذاته كالجمع بين النقيضين والمحال لغيره والمحال لغيره نوعان ما هو محال عقلا لا عادة وما هو محال عادة لا عقلا وقيل اللغة الصينية الغالب علم الأصول اسم الخلايا الخدمة ياكل لي سيلول فين الخدمة لا تخدم إذا قد خدمت يلا ما ردينا المحال إلا صنفان الصنف الأول المحال لذاته نغد كالجمع بين النقيضين مثلا اسكو الزمره الصينيون اليك ذوين يفد ذن وذوين يقيمن او ميم طون محال وكي قرص المحال لذاته الجمع بين النقيضين القيام والقعود القيام وين يفد ذن
القعود وين يقيمن زمر سين مدن يونا سين فد يوني قيم ممكن مما سين ضيون الشخص وفي الوقت نفسه او ميم طون سين فد قيم لا يمكن نفتح قوس أرجز إن يسأل أبو بكر الصديق إن يس أبي يأمرني وأمي تنهاني مدى من مصدرين مختلفين الجواب سهل وجواب طبعا ماشي سهل ولكن يعني ممكن أبو بكر الصديق شو سينا إن يس أطيع أباك ولا تعصي أمك خطفك ولك يك زيني مولان فيهم شغلة يوناشيني خدم وغشيني خدم مالا يا خير ربي قرا ضوع المولى مي مشات تخدم غير مشات تفض فرما في كانك الفرصه للديالوغ قردش ممكن حملاني مولا ولاش لا يسقردش لا والو بابا شاشيني نيغاش اي ما شاشيني كتاي مات ديجا الساعه 3 كار امك ثم امك ثم امك ثم ابوك ولكن الاب الساعه 3 كار ديال البوفوار في القدر ذي السنة تيمس ميسي كوالي خطر الدنيا ثوك الدنيا ثوك ذي الميزان وعلم الأصول لقي بارمي الأمور غي صحفظ الميزان أذي غال الميزان ذي لي قرز وظلم وقال يول في الشغال لان في التجار أسين في كيز وجكي البطاطا أدير في ذاكد فاسوا سوا إذا ما تخل شوط إلا وانت سيدي وسوا سوا تضرايونكم بلا شك لا ينستيط عينك هي ميزانك إما صوتا يعني كل يوم دي الحرفينس ثورا صافي المحال لذاته صافي المحال لا نسين الأنواع المحال لذاته هذا مثل الجمع بين النقيضين هذا غير ممكن والمحال إلا في إلا عند الله عز وجل خطر هذا مقبول عقلا في دائرة المشيئة الإلهية أيدناك يجرى نكونك بشر مي عند ربي سبحانه كل شيء زمرس إلى عقيدتنا هكذا تقرر ربي على كل شيء قدير أمهدنا ربي في سورة ياسين الآية 82 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صافي مد نهضر فربي سبحانه قدرته غير محدودة قادر على كل شيء الآية النظم وما تشاءون إلا أن يشاء الله لذلك نكوني معاشر البشر من خدم أي شغل ديني إن شاء الله أتخم الرونديفو أسنظ إن شاء الله أتوعظ سيوت الخدمة إن شاء الله كل شيء بمشيئة الله قرنك العبد تحبير ربي يدبر أنا تدبر العبد بالتفكير والله بالتدبير يجوز التكليف بالمحال مطلقا من بعد فاد نظر في المحال لغيره نرد مثال ما يكون محالا عقلا ولكن لا عادة مثلا سبق في علم الله أن فلان 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 لا يؤمن ربي زرع يحصى بعلمه الأزلي بالليلة نشرى الغشي ذي المحال ذمنا ذي المحال ذمنا هذا سبق في علم الله عقلا هذا نصدق لأن نؤمن عقيدة بأن الله قد سبق في علمه أن بعض الناس لا يؤمن مش ممكن يكون مؤمنين يموتون كافرين هذا مثل كفار ولكن من هل هؤلاء يقبلون التكليف؟ نعم التكليف يجري عليهم بين قوسين كم الكفار مثلا الكافر ولكن كني رسالة الإسلام العالمية تخاطب الجميع نغالا تغبين وضم بعد من الكفر نهضر في الأسنسي سبق في علم الله ولكن هذا هل يمنع عنه التكليف
ولو سبق في علم الله أن فلانا سيعيش كافرا ويموت كافرا لن يؤمن أبدا، سبق ذلك في علم الله، هل هذا يرفع عنه التكليف؟ الجواب لا يرفع عنه التكليف، لأن الله تعالى علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف كان يكون. علم الله مطلق، خطر من يوض النهضر في علم ربي سبحانه عز وجل مطلق، ورسائي لا في لساء ولا الحدود ولا نكمله. أكثر المعتزلة، معظم المعتزلة، والشيخ أبو حامد والغزالي، لا شو يقصد داي مدينة أكثر المعتزلة، معلش يعني مذهب المعتزلة معظمهم، يدو الشيخ أبو حامد بعدين دو الغزالي، أشو الفرق يا بس ذاكي وليف كان الحكمة أبراثين دي فذرسيس ميس كومبلي ذاكي كانوا الشيخ أبو حامد يقصد أبو حامد الإصفرايني وجيك يقصد أي غرى الدين والغزالي خطر ميم الغزالي اسمه أبو حامد إند أبو حامد والغزالي إلى الواو، الواو تفيد الجمع ماشي ذيون معنى السين داكي صافي لقنا ذي أنوان إذا مزور ياكي أبو حامد أبو حامد لا نسين أبو حامد الغزالي صاحب يحيى علوم الدين المتوفى سنة 505 للهجرة وجي حجة الإسلام حجة الإسلام ماذا أبو حامد الإصفرايني هو المقصود هنا هو لم يذكره هو نسينا كان أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد والغزالي كم الغاون باش تزر من الفرقية رسم دايا ولكن من بعد الحشوية أن في ديف درسيس ميس كومبلي أكثر دينا كثيرة خطري ما رونش الغزالي لو كان ديني أبو حامد أنفهم بلك ذوى بلك ذوى خطر ساني قسم اثنين شركين اثنين فرقا يوني اسمس الإصفرايني واسمس الغزالي وابن دقيق العيد ابن دقيق العيد قيث مثلا هو من كبار علماء الأمة في الأصول صاحب الإمام صاحب الإلمام يعني أتذكرون حينما حدثناكم عن الحافظ ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام من أدية الأحكام قلنا لكم سادتي أن هذا الكتاب من الكتب العظيمة جدا الجامعة لأحاديث الأحكام اسمه بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر للحافظ ابن حجر العسقلاني هذاك النهار قلنا لكم سادتي كاين كتب أخرى متخصصة في أحاديث الأحكام منها ما ألف ابن دقيق العيد بعد شدنا ما ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه وقال يكدنا الشيخ أبو حامد أكد الغزالي ابن دقيق العيد وقال يشدنا ما ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه معناه في علم سبق في علم الله عز وجل أن أناسا يستحيل إيمانهم لا يمكن أن يؤمنوا السؤال المطروح هل يجوز تكليفهم؟ الجواب نعم يجوز تكليفهم وهذا الرأي الذي ذهب إليه من ذكر أين دني غكي ذنثني إدينا أولي قبلت معنى ذكرت سمسلين في المحال المحال بغير لغيره اللي هو محال عقلا لا عادة محال عقلا لا عادة سيتضح الأمر بعد حين إن شاء الله وبعدين ومعتزلة بغداد والآمدي والمحال لذاته إلى آخره وإمام الحرمين كونه مطلوب لا ورد صيغة الطلب يعني فيه واحدة تفاصيل شوية معمقة تجري يعني في كذا والحق نروح مباشرة الرأي الذي رجحه المصنف يعني تجدين السبكي أشدينا إجابة عن سؤال لم يرد هنا أعطانا الجواب لكي نفهم السؤال أحيانا يفكر الجواب بل ما يفكر السؤال السؤال هل وقع التكليف بالمحال أم لا
ماشي في المجال النظري عمليا. شو دينا ننسى وفصل فيها، قال والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات. الغفرة إفريختي نهائيا معناه في ما يتعلق بالجمع بين النقيضين هذا محال لذاته، هذا لا يمكن أن يقع. هو ممكن في يعني عند الله عز وجل ممكن، ولكنه لم يقع. وريزمير يعني ربي سبحانه وسينا رغيون لم يكلفه بالقيام والقعود في الوقت نفسه. إلا ود واش تكلفة ما قياك، لا تكليف من هذا الصنف إطلاقا. لذلك ربي سبحانه يناد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في آية أخرى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الصفي بشر فما يثمثل، لا يمكن لله عز وجل أن يكلف المكلف بالمحال لذاته. هذه الخلاصة، وهذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله تجد السبكي. لذلك قال والحق وقوع الممتنع بالغير، يعني ما هو محال عقلا أو ممتنع عقلا ولكن لا عادة، كما ذكرنا المثال هذا ربما أقرب مثال، أنه يزمر أذيليون ربي سبحانه يزرى يحصب لي جمع ذي المؤمن أذي عيش ذي الكافر وذي مثل الكافر. يناد ابن السبكي والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات. نظام دي المقدمة، المحال صنفاني. الصنف الأول المحال لذاته كالجمع بين النقيضين، هذا لا يمكن وقوعه من قبل البشر إطلاقا، ولكن رب البشر قادر على كل شيء. وقد ذكرنا الآية 82 من سورة ياسين، ورب سبحانه لا تحده حدود ولا تسده سدود أينك فغى يضرى. ولكن ما هو محال أو ممتنع بالغير يعني الصنف الثاني، هذا ممكن. لذلك جزم بقوله والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات. نروح الآن لمسألة أخرى، مسألة ولها اتصال بالمسألة الأولى. على كل حال، مسألة الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف. هذا يدفعنا إلى طرح السؤال، هل الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة؟ الجواب نعم، نكون مسلمون مخاطبون بأحكام الشريعة، لكن من لا مخاطبون بأحكام الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، سورة الجاثية الآية 18. إذن يفرش غليس من بعد والأكثر أن حصول الشرط الشرعي، يعني عند أكثر العلماء يقول الأكثر معنى أكثر العلماء ذهبوا إلى أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف. سمحتي، الوضوء هو شرط لصحة الصلاة معروفة هذه، ولكن المحدث هل هو مخاطب بهذا التكليف؟ الجواب نعم. غسل ويسار الوضوء ربما فقد كله، ولكن هو مخاطب. غسل ويسار الوضوء والزلالة، ولكن هو مخاطب، ليس شرطا في صحة التكليف. معناه التكليف صحيح ولو لم يتحقق الشرط الشرعي، هذا هو المعنى. أنكمل بعدين، وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع. مشكلة ذكي عقيدة الأشاعرة، معليش نفتح قوس ركزوا معي مليح. شو دينا؟ وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع. المسلم مين من كان وسار اللوضو بل إلس الجنابة تسد ظلي ثوري الظلارة. الخطاب الشرعي يعني موجه إليه، غسل الزلالة
خطأ أول الزمال في الظالم بلا الوضوء ورسالة الوضوء للزولارة من هذا عدم وجود الشرط عدم تحقق الشرط الشرعي لا يرفع عنه التكليف ولا يدفع عنه خطاب التكليف وقيفان فذمته تظل مشغولة ذمته مشغولة بالصلاة بشرط صحتها اللي هو الوضوء والوضوء مفتاح الصلاة هذا أمر معلوم ولكن بالنسبة للكافر الكافر يتمثل هل هو مكلف بفروع الشريعة بأحكام الشريعة على بل لا يمكن لأنه فروع الشريعة متصلة متعلقة بشرط الصحة وشرط الصحة هو الإسلام غلا لو كان يسيون هذه الظال إخي الظال مثل أن المسيحيين هذه قيمة كذي ينسلمان هذه تزوزون تزوزون الكنيسة ولا جر خطر شرط الصحة هو الإسلام والإيمان مادام ولا شو صافي اللوز وخلاص اللوز يرني سيفيليزي اللي كواسين يعطيك الصحة يا اخي الظلم وقال ديك الشمتة مولف جنس المن ما إلا يقدر غاسين كي بارك ربي ما تقدر يعطيك الصحة هيا سيفيليزي ياسين وقال سيفيزم صح لا ماشي صح يحكي غادي يقول الأخ ذاكي في درس من الدروس إن الشركة ألمانية وين دي هضرني هضرس الجهة ياكي هذا كي المخ إن الشركة ألمانية في رمضان يونس خداما يتشى رمضان يتشى زدت وقال يوزامن وقال دخو أنا شيخ ما كني ثبوض لا فيرسا معلم يسوفغيث ذاكي ذاكي السليغ السلامة سيكو قال يحضرني مثلا أي ناس قال لك في جرين سلما لو سيفيزم ينا تنتقدر ذاكي السؤال مطروح هل الكفار مخاطبون إن الدواء هي مفروعة في تكليف الكافر بالفروع رغم تبع المليح عدم تحقق الشرط وهو الإسلام خدمنا عملية القياس إنش إمسلم ورنت زالة غسوي زالرة متجور الخطاب وقادين السنة وقادين ساعة إنسلم ورنت زالرة إساعة خمسين ستين وزالنا الزمان ديني وديك سمكيني ويثعنا رث مسالت سوف ما هو العقل ولا شيء الديني ثعني غوك مسالت ذا شوف الوي ثوغ ما سوى لربي كيني مازال ذا يكان دار مما نسعو الجنازة ذي ثوذرين أي مظلة وحد ظلم في الناس شغل نتا خاطيه يعني أي مظلة روحة تظلم ما في الميت نتا خاطيه نسيت صار شو الكلمة من مرأي مثل باش الظلم في الناس مشكلة الله مش فاسي ثقي ثوب نغلى الكافر الكافر هو الإنسان هو إنسان في النهاية هو إنسان في البداية والنهاية هو إنسان ورسالة الإسلام رسالة عالمية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إذن مادام رسالة عالمية فهو مخاطب بفروع الشريعة حتى ولو لم يتحقق لديهم يعني الكفار شرط الصحة وهو الإسلام غسل الشمال الإسلام هذه عقيدة الأشاعرة الأشاعرة في كتاب الدليل في كتاب الدليل بند أكثر من 20 دليل من القرآن وأكثر من 30 دليل من السنة مثلا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن تجي في سورة المدثر هذا الدليل هذوك اسمه سنر بالمجرمين كما في الصورة اسمه سنر بالمجرمين ضرب سنسمان صافي اسمه سنر بالمجرمين يلا ما سلككم في سقر شو كنت تصور نرجه ما يجيكم قالوا لم نكن من المصلين الآن الكفار نطقوا بما يوافق الحقيقة لأنهم يعلمون بأنهم مكلفون بأنهم مخاطبون بالتكاليف خطر رب العزة الآن رب السماوات والأرض مش قضية بسيطة جماعة الخير حاجة
باش نحمد ربي وكون يقلا ينسلمن يا ربي الحمد لله. أو الأخرين والي حكى له شو سني ضران ثم بديت نسني السوحاشن ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. معناتها لو كنا بمفهوم مخالف لو كنا من المصلين ما كنا هنا. لو كان الله قد يتظلم يغنى والي ربي طبقا التكليف بالشريعة ونسيليارا سيما ولن جهنم ولم نكن نطعم المسكين. تجي آية من الآيات وكاين آية أخرى أيضا ربي ينذق في سورة أخرى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. سبحان الله هاو المشركين ذا كيف كيف وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الآية السادسة والسابعة من سورة فصلت. يبغيتنا الويل وكذاك خاطر زمان أرجوها وكوني خاطينا ني با كونسيرني كوني روح ولي ينسلم مني كي تزلان ينسلم ونتزلى وكذني تعاق مني كوني خاطين. إلا وك الزمر سين ربي سبحانه كيني خاطيني خاطئ يفتد رسالة ثان قاروث يداسنا وكذي الفغي شويت شويت شحال الرسل ديالي يعني غادي ولا شحال شحال الانبياء والرسل وساند خاطبهم بلسان القوم بما يفهمون بما يستوعبون ولكن الكافر كافر. داير مما علماء اللغه ما كاين الكافر معناه يعلم الحقيقه ولكنه اخفاها. ادي كفر الفلاح وزرعه يغطاه يزرع في ذات فريت وقيل معنى يس وربي نادي الايه ايضا يناد جحدوا بها واستيقنتها انفسهم. معنى هناك جحود هناك نكران هناك كفران ولكن داخل الزرانثيز جحدوا بها واستيقنتها انفسهم. لذلك ربي ند وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. يا اخي الزكاة على المسلمين الصلاة على المسلمين ولكن لماذا هؤلاء يحاسبون يوم القيامة يحاسبون يوم القيامة إذن فهم مخاطب. وهنا هذه عقيدة الأشاعرة. سمحتي خطر جماعة الخير في كوال سمحتي إيميك ممكن كن حمل غطس هذه نغاولي في كوال الجهلي لا ننسى نحكم في الغاشي بس يوم نخدم شرح ابن عاشر الأمور العقدية يعني جات نتاك عقيدة الأشعاري يدي باسي تاك أي غني شو قاد الله الرياكسيون ذي الجامعة ليش خطر لأنه قاس قالوا لي مادام أشعاري صافي العقيده ينسوا الصحارى وكذا. يقول الدكتور هذا كي تسال سيني فردان ماشي ثلاثه. يا اما اغوالي العلماء اذا غاس تصمت يا اما روح تصغر روح تناقش من بعد. استغمض كان كي يجيوك العلماء العقول الكبرى كل يوم ذا ذرار. فكانت هذه العقيده من جابوها؟ من الكتاب والسنه. انا كان كبيبري غادي نير انا عميه إلا يونا ذي ناقش مسألة عادي بكل شفافية ما كاين حتى مشكلة. أي مسألة زعما تناقش مي في إطار برامج القدر القضية القدر الأدب بارك الله فيك الأدب وذيلي العلم دليل بارك الله فيك. خاطر أنت كول بعض المصنفات مثلا المتون وتراجر ابن عاشر صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني نغ المختصر في قيل خليل كدفتك التفاصيل هاكي يفتيك دار ريزومي هذايا وبعدين الشروح الشروح اي من الشروح الرساله ابن ابي زيد القيرواني من شراح الرساله يوني سميس القاضي عبد الوهاب البغدادي صاحب المعونه من كبار الشراح زعما مش تشرح ذي جليل القاضي عبد الوهاب يروح القيروان ويثي عاونان يسيف كان ذيك باش تسمي الله تحموث عبوطيس تحموث عبوطيس خاطر مثل اللوز صمغوث سميث تشاثر واضح حنا ذنتسا زيك اللوز من الفقهاء مليح لا اللوز النيجيريا وكذا مي العلم وثجينارا
يروح عرفين يرفديث يعاونيث يشتيث نسى يغرى يغرى اسمي يكفى اشو سيخدم الرئيس كادو اشو ذا كادو ماشي دي ديريمان يشرح الرسالة ينس الناس يشتخم ذي الخير اكي بارك يا ربي ان كيني اشور الخير اشرق اشرح هذا الرسالة ومن اجمل الشروح الشرح يخدم القاضي عبد الوهاب البغدادي صاحب المعونة المعونة يشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني يفقنا غدم الأدلة أكين ابن أبي زيد القيرواني إن كذا وكذا أنسي ديوي الحكمة جي سي القرآن كذي السنة يكذب شكل الأدلة هكذا. نعود الآن إلى الموضوع وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع هكا والصحيح وقوعه ابن تجدين سبكي إفراس أشي قرأ والصحيح وقوعه معنى يقع التكليف لو كان دقيق الدين غيث مثلا الكافر أريو من نارس الإسلام ولو ولكن ذا في الخير إزمار ذي خدم الخير تعاوني ليلا تعاوني الفقراء تعاوني موضان وجاكو تعاوني ثنياكو يخدم الخير برمي السؤال السجية يطرح حيني يا عجابا وقد يخدم التريسيتي يدي يخدم اللافيون يدي يخدم كذا وكذا الانسولين وقد يسا بارسي طامول وكذا أمشي وقذيكي وش مال الجنث كونوي شوية مركعتين اجن تظلي تسش من الجنث وثن فيها في يوم عاصف هي خطر اي غار ليش يخص باقي يخص شرط الصحة يخص شرط الصحة لو كان ياسيون ذين سلم ذين سلم هذه الظل بلا لوضو هل تقبل صلاته؟ لا أسنين اللي تخلوا في شرط الصحة وقيد الميزان ولاش الوضو الطهارة شرط الصحة ولاش الطهارة ولاش الظل نقيم الظل بلا الفايدة بعد ثورة لن إليه المستوى تبعوني مليح في فهم عدل الله المطلق خاطر ربي عادل مادام عادل ذكر العلماء مسألتين المسألة الأولى أولا هؤلاء الذين صنعوا واجتهدوا وأبتعوا وأبدعوا وابتكروا أخذوا أجرهم في الدنيا وقد يكون بين الأجر بين ذريما بين القيمة لقدر الشيعة بين فقيلة تنكر بونس نعم وليسني ظلفن الشيقي بونت بري نوبل نسمي أصلا إيمي خدمن دواقي فغان يبونت الشهرة والسمعة يذري من إلى آخره بون كلش أين فغان بونت كل يوم داخل دارة جايز وبعدين نسلي داخل شوية نيفو إذا ساول أديني ربي سبحانه بعدله المطلق الزمان ذي استخفف اللسن بعدله بما يناسب خدمتهم للبشرية وإذا ذلك ممكن أما كن كن ذاكي يرانا كن يرانا أشي خدميون الخير سنعطيك صحة هل بكم شو وش قال أبو حميد الغزالي إليس اللهم لا تجعل لكافر علي نعمة لكي لا يحبه قلبي أنا عميه كي قالوا كان الكافر يخدم الخير سيحمل وليه وقال سيحمل وليه هذا كافر ربو يستعرف هايس الدف ذي مانيش معادلة صعبة معادلة صعبة أكثر حرص مغالا سيل جيها يخدمك الخير يستهل حمال أبوليك سيل جيها النظن ذا كافر حكا أنت ما شو سني في ثمغار ثمي الكريت يعني سيخدمك كنيكو يخدمس الخير يعني مثل الغرفي قرام شكل تحكون بطرق عديدة يعني تعدد الطرق هذه الرواية سأذكر رواية من الروايات إن يكري بير بلونزيك وكذا اسمي وليس انتمغار في ثد درف في ثموث القضايا في اللوز الميزيريا ميسي جاح في فرنسا عندي الله الحاصل غير بروفيتي يتسعوني تذلع جذ كل شيء ينتفغى يستوضست السنة وسنة ديسيدي عسينا ساقي إلى قد سمن سعيسى عليه الصلاة والسلام
محمد عليه الصلاة والسلام دايم يجيث وهدر غورنا للمسيحيين يمي خدم الإحسان يمي خدم الخير زي ولا نسى تسميه دي سيدي نسى دي سيدي أسيني أتسوغل سكريتيان ونسى دي سيدي نغسلين سوال دين سلم ثناس والله ما يخصك والو ذبابنا الخير زدي وليك تخصك سوى الظلي فرو حس الشيخ كشك الله يرحمه برحمته الواسعة إنك أدوين ذي ميدان العباسية أدوين يقثني ونفذو أدوين كوينة كنزيضا لجو من السمضان كذا وكذا إنك تكتبنا يعني ميسن في كان كوي هليلا أقراض يس الكريتيان المسيحيين أو البابني أسني هضار أسنيني ذنوكني مسيحيين حمل جليلا حمل فقراء والصير سيدنا عيسى إلى آخره إنك جنتنا المسوان شان سوان الناس الجو غان تقيون ذي مسلم إنس وحدوه لا إله إلا الله يعني رحت عقدة التثليث وكذا حكايتك هذه كثيرة جدا وفي حاجة ثانية في غسي دينيغ ناس جمعت شوي والصحيح وقوعه خلاف لأبي حامد الإصفرايني لكن ذكره كاملا إفذره كومبلي ذيهن وثي دينار إذ كان أبو حامد والغزالي صافي باش نفهم نقوم نتكلم من اسم مختصر معتصر ذيهن إبذرد أبو حامد والغزالي صافي نفقد ما هو المقصود بأبي حامد ميذاقي ولاش الغزالي غير هيد كومبلي شوف الدقة شوف الميزان لوجيسيا المخيس يخدم سوا سوا إناد والصحيح وقوعه خلافا ذكر الخلاف خلاف لأبي حامد الإصفرايني وأكثر الحنفية مطلقا ولقوم إلى القول النظام أشدنان ولقوم في الأوامر فقط معناه ولآخرين في من عدل مرتد أشو يقصد معناها هناك رأي آخر معتبر عند الأصوليين الذين اهتموا بعلم الكلام في هذه المسائل الكلامية يفحق مسائل كلامية ولكن نستثمر معانيها ومقاصدها إن شاء الله في قواعد الأصول إن عند الكفار مخاطبون بالفروع في النواهي لا في الأوامر دي مسألة مهمة بالي مليح الكفار مخاطبون في النواهي لا في الأوامر لماذا؟ مسألة مهمة خطر النهي كلنا معنيون المسلمون الكفار وسخسر ثرى وسهد ثرى وسبذير ثرى وسفسد ثرى ونق ثرى وتسكر ثرى في كذاكي نواهي أي غير الأوامر ماشي مخاطبون رأي آخر العلماء رأي آخر نند لأن الأوامر انتبهوا جيدا لأن الأوامر تحتاج إلى نية أما النواهي فلا تحتاج إلى نية أنا عامل الأوامر باش تظل إلى قسم النية نويت صلاة العشاء إلى قسم النية مثل أي أمر الزكاة إلى قسم النية ما تفكر الزكاة يا أخي ربي ند وآتوا الزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أمر باش تسفغ الزكاة إلى قنية داير مين سلم أتفكر 10,000 الصدقة 100,000 الزكاة صافي مين تقول لك قسم يزر زيارة ماشي شرط الصيد يجللني كذا وكذا ولكن رغورك النية من مقاصدها الحزم والجزم والتمييز بين العادات والعبادات والتمييز بين العبادات في حد ذاتها ما تسير ذنيك يفاسنيك وكذا يزمر في العادة مما في الوضو إلى قصد خدمة النية في نواض الوضو صح لا ماشي صح ذغز دخل العبادات أتزل الطهور أوكز العصر كيف أربعة أربعة ذا شو ثنتي فرقا ذنية بورتون أربعة أربعة ولكن النواهي أحوج ترى النية قرد علماء الأصول الطرق
لا تستوجي بنية، المهم جيثن تبارك ما سجطن تنتهنا وخلاص. فوالا سور ما يروح يونا يفر يغلو يفر على سي بارك يا رب سي بارك يا رب ماشي اللي يخدم النية سوا درنو غاينا تبعني مليح ولي اخر معيشه القيمه كاين نقطه ياك اما نغال ثورا ان سلموا كذا الكافر ان سلموا اليخرارا خوف ايمانا وبنيه قرب الى الله الكافر اليخرارا بلا كل نيه صح ولا صافي غسواقي اعمل بالنهي اليخرارا ذاك الكافر اليخرارا ذاك الفرق يا راسن فرق يا راسن بالنيه أن المؤمن يثاب على الترك بالنية والكافر لا يثاب على الترك لعدم النية تفضل واحد مستفهم الخوا ويجا ويجا ولكن الفرق يا رسم أنه إن سلم إميك جا المعصية يوزم الرب لله عملا بالنهي الإلهي فهو يثاب ولو أتى معصية يعاقب يعاقب على المعصية ويثاب على تركها بنية القرب إلى الله والتقرب إلى الله أما الكافر ترك مثل المسلم لم يعصي ويخذي مرين يشمثني يخسر ولكنه محروم من الثواب لعدم النية انت عقلنا كي ولا بليش ولا قوي لهلا وخلاص قوي لهلا ذاك فخرط الذين يعدين السلم وتسير في ذارا يعدوا كافر وتسير في ذارا في زوج إيجاليزاسيون ولكن وينا إيجاد تقرب إلى الله بالنية احتسابا بارك الله فيك احتسابا فهو مأجور يثاب على الترك أما الكافر لا يثاب على الترك لعدم النية ولآخرين يعني رأي آخر ثالث في من عدل مرتد نند المرتد لا تجري عليه كل هذه الأوامر الأوامر والنواهي معا ماشي غير نواهي الأوامر والنواهي معا على المرتد لماذا؟ لأن الكافر أصلا كان كافرا من البداية ولكن المسلم المرتد كان مسلما كان مسلما ثم صار مرتدا وما زال الخطاب موجه إليه بالأوامر والنواهي استصحابا لإسلامه الأول كان تجري عليه أحكام الإسلام حينما ارتد الذي سلم الإسلام السياسي هدر أسمي غير المرتد نزلت تفاس الأحكام أحكام الردة نكيث ولكن يغال كريتيان ميذي شرع دين يغال المرتد تجري عليه أحكام الإسلام منها لا يرث ولا يورث يعني إنسا أري ورثارة وإن كان بعض علماء الشريعة ندبلي هو يورث لأن المال نعمة والنعمة يعني في كلس تأصيل شرعي طيب ولكن هو لا يرث مدام يورث المرتد أري ورثارة سيباباس فامتوثيس تطل يفرق بينهما فامتوثيس إلا نسين سلمث إلى قد تج تسقط ولايته ما عندها ولا تيتور فراويسي أتصد تمثال قلال اللي هي أحكام الردة ذكرت بعض الأحكام ولم أذكر بعض الآخر ولكن سأشير إن شاء الله بها شكرا الشيخ بارك الله فيك قال الشيخ الإمام قال الشيخ الإمام ماذا ذاك الشيخ الإمامي المقصود والده السبكي الأب مختصر خير الكلام ما قل ودل قال الشيخ الإمام بجدين هذا هو المثنى قال الشيخ الإمام يعني المقصود والد المصنف الإمام السبكي والخطاب والخلاف في خطاب التكليف المقصود بذلك الأحكام الخمسة خطاب التكليف مع الأحكام الخمسة وما يرجع إليه من الوضع لا إلى الإتلاف والجنايات وترتب آثار العقود ما هو المقصود ذاكي ذاس المصنف وهذا العالم إن ما يتعلق يعني مجالات إتلاف
الممتلكات، ارتكاب الجنايات، وترتب أثر العقود، إن يش كلهم مخاطبون، كل كفر كل مسلم بدليل يوم دين سلم ما دي روح سكافري، سواء كان مسيحيا ذا مسيحي نغذى يهودي أكني فوي الله أتخمريس التجارة أتخمريس العقود، أنت مسلم مخاطب وهو مخاطب بالانضباط بشروط العقد، الالتزام ليزوبليغاسيون من العقد، استفكار داك ديافك الزنزاد غتغلف الناس تخلصوا امكن مصامد الشروط وكذا الى اخره، في كذا الجميع مخاطب خطر الشمت ديال المعاملات غلا، اذا غما الى ودا كافري اتلافى شيئا تفكي راس الطوموبيل سكر راس يرزات مسؤول الجنايات ما يخدم كريم يخدم جنحة يخدم جناية، هذه المجالات الخطاب موجه للكفار جميعا وبلا استثناء. أكتفي بهذا البيان، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.